المكان محمد الخامس بتونس العاصمة، والزمان 5 ودرج. الحدث هو سماع دوي انفجار كبير في نهج الفرعي الواقع بين مبنى التجمع الدستوري المنحل ونزل البحيرة في حافلة خاصة بنقل أعوان الأمن الرئاسي. الحصيلة النهائية استشهاد 12 عون من الأمن الرئاسي وجرح 20 آخرين. نسكن هنا نسمعوا في الحس، مانيش عارفة عجلة، مانيش عارفة الرعد، بعد نغزر في الأمن وجاتني جارتي قالت لي راكارت ساي عرفت ورانا هوني ورانا وإحنا البلاص غادي شي ما مع الخمسة هكيك 5 ودرج بالضبط تسمح في كلاطمو مش عادي فهمني لا هم تاع عجلة مش خرجنا نتجارو عالدورة نشوف في الكار مانا شطرت شابو نتاعها طاير وتشعل بالعافية. بالعودة إلى تفاصيل الحادثة الإرهابية، تسلل شخص كان يحمل حقيبة ظهر وبحوزته 10 كيلوغرام من متفجرات عسكرية من نوع TNT. الشخص هذا كان يضع سماعات ويرتدي معطف، وبمجرد صعوده من باب الأمامي للحافلة اتفطن السائق للعنصر الغريب إلا أنه اتمكن من تنفيذ عملية التفجير. أولى المتدخلين كان الجيش الوطني التونسي اللي كان متمركز بمبنى التجمع المنحل، أطلق 2 أعيرة نارية في الهواء وأمن المكان، ثم توافد الأمن والحماية المدنية. أول واحد سايب الكرتوش فما كرتشتين خاطر بعد الواحد فما كرتشتين فهمتني فوق، وأول واحد اللي جرى سكر الكياس منه ومن بعد تقريبا 4-5 دراج بدا جاي الأمن وجات الحماية هالعملية خلتنا نرجعوا باش نعرفوا المسار اللي تسلك الحافلة المخصصة لنقل أعوان الأمن الرئاسي. 2 نقاط قارة تقف فيهم الحافلة، الأولى في نهج محمد الخامس والثانية في قصر المؤتمرات، وبعد ما تتم عملية صعود الأعوان تنطلق الحافلة لقصر الرئاسي بقرطاج. الجثة رقم 13 لا تزال تحت الفحوصات الفنية والأبحاث جارية للكشف عن هوية منفذ هالعملية الإرهابية.